إذن مشاهدينا مستمر المشوار وياكم، لكن ما ننسى أنه وصلنا إلى فقرة شيف مع عباس اللي هو راح تكون اليوم الفقرة بالمطبخ. راح نتعرف إلى الأكل اليوم اللي راح يسوونا إياها من المقادير، لكن هذا الأكل كله برعاية سيتي سنتر، وما ننسى أنه هذا المطبخ برعاية مطبخ إسطنبول، وهذه اللائحة اللي موجودة هنا الرقم أسفل اللائحة. يسعد صباحك عباس. صباح الخير سجاد، شلونك؟ عباس اليوم مشاكس انت. اي والله ردت اول شغله تحرقني. والدهن كله غادي يطفى. لا وقياني طباخ. شو اليوم الاكله راح تسوينا اياها؟ اليوم راح نشتغل بيتزا، احنا اشتغلنا البيتزا قبلها. بس هواي من المشاهدين يطلبون العجينه ويطلبون الصلصه ويطلبون الحشوه شلون راح تصير. فاليوم راح نشتغلها، نشتغل الصلصه. نعم. يعني طبخ راح نطبخها ونشتغل العجينه. نفس العادة يعني نشتغل بيتزا كامل. أي. وعندنا الحشوة مجهزها هاني، وتكون الحشوة حسب الرغبة. راح تكون أي واحد راح يكون يقدر يجهز الحشوة، أو إذا ما يريد يحب يجيبها من برا، يجيب الشاورما أو هو القص الدجاج القص لحم. اليوم احنا مسوين البيتزا باللحم صح؟ إي اليوم باللحم المفروم المتبل. نجي هنا أول شيء عندنا مقادير العجينة راح تكون. إي. احنا أنا قايلها هواي يعني المشاهدين، نص كيلو طحين، وعد البيكنج باودر ملعقه، والفانيلا تكون ملعقه عدي، سكر 2 ملعقه، والخمره مال خاشوقه كوب تكون عدي، وحليب راح يكون عدي نص كوب يكون سائل، زيت الزيتون 5 ملاعق يعني يكون استكان مال شاي خلينا نقدره هيك، يكون عدي البيضه، والملح راح يكون موجود حسب رغبه. نعم. وراح نسويه ونعجنه. يلا نبلش العاد انا وياك؟ نبلش. بسم الله. بسم الله. نجي عندنا هنا الصلصة، قلنا الطماطة عندي عصير الطماطة موجود عندي، والمعجون، وعندي الشطة والكاتشب، وراح يكون عندي صلصة النعناع وصلصة الفلفل الأحمر الحلو تكون موجودة. مقاديرها والمقادير راح تكون على الشاشة، يكون عندي هم عصير الطماطة الزعتر، ويكون الأرجون هم موجود عندي. وهسه نبلش اول شغله راح نسويها، نسوي دب طماطم الشكل. اليوم راح تساعديني لو ما راح تساعديني؟ لا اليوم ما راح اساعدك، لان انت من الاول كنت مشاكس ورديت تحرقني. لا هو اللي يسوق سياره لازم بالبدايه يندعم ها حتى يصير سايق، فانت لازم تحترقين. لا انا اعرفك خلاص يعني قابل بس انت. لا هسه شو تطبخين بالبيت انت؟ اني اطبخ بالبيت يعني هواي اشياء. انا ادري ايش تحبين دجاج ولحم. انا ادري ايش تحبين الهبيط. اي اي والله احب هذا الاكل الهبيط، السمن ولحم هاي الاشياء. الاكل الدسم. الدسم هي هوايه من الرقابه، اكو هواي يسوي الرجيم. أي. هو يحب الاكل الدسم. طبعا يطول. اكيد اللي قدام بس. أي. لازم هم فد يوم نسوي لنا هبيط. اي لا نسوي، ليش ما نسوي؟ قلت هواي يحبون الهبيط ويسوون رجيم اسبوع اسبوعين ما يقدر. بس شوف هو دائما حتى. أي. عباس اللي عنده يكون ملتزم بدايت او رجيم الا يوم واحد بالاسبوع مخصص انه ياكل به كل الاكل اللي يريده. اي اكيد يوم واحد يعني بالاسبوع والباقي يصير له التزام، يعني ما راح ياثر يوم واحد اذا اكل يعني بالاسبوع. اكيد هو ضروري، من الضروري ان لازم ياكل اكل شوي دسم. مو هسه نجي هنا هذا المعجون، نضيف المعجون ضفنا، هذا الكاتشب اي نضيفه، صلصة النعناع ضفناها حاليا، وهي باختصار يعني اقدر اسوي بالشطه والكاتشب والمعجون. نعم. اقدر اسوي صلصه يعني احنا عادة. طبعا دائما عباس نكون مجهزين بيتزا ثانيه نخليها بالفرن. أي. حتى تستوي يعني، لانه دائما يكون الوقت يغلبنا ونكون محضرين. لا اكيد اي والله. هذا شنو ضفنا؟ ضفنا الكاتشب. اي راح نضيف من الشطه. اي ضفنا شطه تكون متوسطه يعني مو اي. هذا شنو بعد؟ صلصه الفلفل. اي لا ما بقى شيء فيها بعد، بقى هذا نجي هنا. هاي يكون عندي صلصه البيتزا اللي هي مجهزه، راح نخليها ويا العجين. اي راح نخليها. الله نقدر نعيد المقادير. اكيد خلينا معجون. اي
خلينا الكتب، خلينا الشطه، خلينا الطماطه، عصير الطماطه هو تكون طماطه ناعمه ما راح تذبيها، حتكون عصير منتهي يعني بالتستوى. وذبيت قبل هذا بيت فص مال الزبده سهل حتى تعطيها طعم. وقلنا صلصه الفلفل الاحمر الحلو وصلصه النعناع تكون موجوده، هي علب راح تقدر تشتريها اذا تريد من برا. صلصة النعناع اللي هي شنو هي؟ اللي صلصة النعناع تكون هي عبارة هي عن عصير طماطة وبيها معجون يكون يصير بها النعناع أكثر، تكون نكهتها نكهة النعناع. هاي حتى خاف أحد ما يلقاها جاهزة هاي ممكن هو يسويها. هاي أقدر أضيفها ويا المواد، أقدر ما يعني ما أجيب نعناع فريش وأضيف حتى ما يتغير اللون مال الصلصة مالتي. بس احنا نقلب، راح نجي نضيف الملح ونضيف الزعتر. ضفنا الزعتر، عندي هنا خل، خل يكون خاشوكتين مال الطعام، خل ابيض يكون والاوريجانو ضفناه. هذا شنو هذا اخر شيء خليته؟ هي اعشاب معروفه الاوريجانو، هي تكون نكهه مثل نكهه النعناع، راح تستخدم هي زي شيل البيتزا، بتقدر للحوم اقدر اضيفها للستيكات المشويه للبيكاتات. طبعا اكيد عباس ما ننسى انه نذكر مشاهدينا اللي حاب يتصل تكون الارقام اسفل الشاشه. راح نجي ويا ما خليناها نقول نحمسة الصلصه، قلبها زين، ضيف لها شويه مي، مي دافي طبعا. اي مي ضفنا لها، يكون بارد دافي ماكو اي مشكله. ابدي شويه اخلط بيها هيجي، راح اجي هنا اغطيها. هسه نصيناه وراح ننتظرها تستوي. دائما نجي هنا يسالون عباس بالاكل اللي انت دائما تسويه، مرات يكونوا ناس مو متابعين مثلا سواء البيتزا او غير الاكلات، فدائما يعني اللي ما شاف الحلقات السابقه تكون موجوده على اليوتيوب وموجوده على التواصل الاجتماعي على صفحه الرشيد موجوده للخطوات. نجي هنا هسه سجا، نجي للعجينه يكون عندنا التوابل هاي موجوده قدامنا، راح نجي هنا نضيف خمره. ضفنا الخمرة، يكون ملعقة قلنا مال كوب بيكنج باودر، أقصد هو الفانيلا. ضفنا الفانيلا ملعقتين تكون مال طعام. نعم. والبيكنج باودر. وفانيلا وهذا شنو بيكنج باودر؟ والبيكنج باودر. أي. كيف ضرورة راح يكون. راح نضيف شكر خاشوكتين. شكر؟ شكر يكون ضروري خاشوكتين. نضيف رشة الملح، ملح يكون حسب. راح نجي قبل هاي نخلطها قبل لا يعني نخلي مي. ام علي صباح الخير. ام علاوي صباح الخير. ام علي اهلا، صباح النور. اهلا انوار، شلونك؟ شلونكم بعد قلبي؟ الله يحفظك، شلون اخبارك؟ خير من الله. رايده طبق الفسنجون مال البارحه، مال البارحه الفسنجون موجود سيد المخرج؟ نقدر نخلي المقادير على الشاشه وتابعينا. ايه اكيد. شكرا لك حبيبي. شكرا لك انتصارت. موجوده استاذي؟ شكرا لك انتصارت. موجوده محضرين مقادير طبخه البارحه اذا ممكن تكون. وهذا هذا الفسنجون احنا قلنا يكون دبس الرمان. شكرا شكرا. يكون دبس الرمان عندنا واللبجوز والراشي والهيل والكركم والزبده والزيت الزيتون حيكون بالفسنجون. صلصه بدها تستوي، واحنا عندنا بيتزا قلنا نابيها حتى عين عليها شويه حتى هسه خلينا المواد الجافه نبدا نخلطها بهالشكل. يكون عندنا مي محضر طبعا دافي. انا دائما هم عباس اكل بيتزا الكبيره واكل الصير صغار شلون يلحق بعجين. اكيد اكيد هي نفس الطريقه بس مجرد الطريقة. حجم يعني مجرد احنا نسميها الشنقه العجينه صح؟ اي العجينه تكون تقول يعني صغير. ما تكون مقياس انه هاي العجينه تصير دائره اكبر او اصغر نفس الشيء. لا لا وحسب اللي انا اريدها يكون الايطالي فيها. الايطالي احنا نسميه يكون ضعيف
الشكل هذا نبقى نفرش فيها على ما يصير. ويانا اتصال أم حسن من بابل. صباح الخير. صباح الخير أم حسون. أيوه صباح الخير. عيني صباح الأنوار. أهلا تفضل أم حسن. نضيف الحليب. عيوني شلون شو أخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك. أول شيء أقول عاش إيدك على هاي الأكلات الطيبة. عيني ويدك ويدك من ذوقك. ممكن أريد العجينة مالت الزلابية يعني شلون تصير. عجينة الزلابية وهم موجودة على الشاشة إذا هاي طلعوا لك إياها بدون زحمة إذا تقدرون. تمرين امر راح يكون عندك عجينه زلابيه سهله. عيوني هلا بيك. شكرا لك من اتصالك. عجينه زلابيه تكون سهله، كوب نشا، كوب حليب، كوب طحين تكون عندك، وفانيلا وخمره مال كوب. اي هاي المقادير تكون تختمر. احنا قلنا تختمر ورا نص ساعه، تختمر تجين تقلبيها تحركيها وهي تكون كوب وربع مي او كوب ونص ضيفينها، تكون سائله مثل الكيكه، مثل عجينه الكيكه تكون الزلابيه. يعني كل ربع ساعه كل 20 دقيقه شويه تقلبيها حتى ما يصير هواء داخلها. واحنا قلنا تعرفين الشيره شو راح تسويها ويا. لا بس انا همتين راح اخليك تكمل المقادير مال الطبخه. ان شاء الله. تاخذ الاتصالات لحد ما تخلصها اروح وارجع لك. يعني راح تطفرين. راح اطفر. فاني اترك لك معناتها. اخذ راحتك. تمام. هسه قلنا خلينا الصلصه تستوي، الصلصه شويه تحب نار هواي، والصلصه حسب اللي يريدها تكون حاره او مو حاره. قلنا ضفنا المواد وراح نضيف مي. ام سجاد صباح الخير. ضيف مي شويه شويه. صباح الانوار. ايش اريد عجينه البرغل؟ عجينه البرغل. اي صار. يعني مشكور. على وبيك عيوني. الله يخليك، شكرا لك لاتصالك. عجينة البرغل عتكون عندها البرغل او يكون برغل وسط مو خشن ولا يكون ناعم. وهاي كبة البرغل عتكون قدامك. والجريش حيكون 700 غرام لحم مثروم ربع كيلو او حسب، يكون لحم الدك نسميه احنا لحم دك. كمون والفلفل الاسود ولا حتى تقدر اذا تضيفين شويه وياها سوده ماكو مشكله، والملح. هسه صارت قويه العجينه، لازم تكون العجينه شويه قويه حتى نضيف لها شويه مي بالتدريج. المي يكون حتى نحصل على عجينه حلوه تكون قويه. بدأت تتماسك العجينة، ورا ما بدأت تتماسك بهالشكل نضيف البيض، تكون بيضة واحدة ضفناها وعيننا على البيتزا أكيد. بدينا نعجن بيها بهالشكل. هسه راح تكون ام سلام. صباح الخير ام سلام من بابل. صباح النور والعافيه. عين الله يخليك، شلون شو اخبارك؟ رمضان بكت يسوون انواع شوربه رمضانيه. صح. برياني. انت برمضان شبعي شوربات وشبع برياني وشبع برمضان ان شاء الله شبعت شوربه. صار تمريني اكيد. احنا برمضان، شكرا لك لاتصالك. اكيد احنا برمضان راح نشتغل الشوربه ونشتغل الحلويات، يكون البرياني والاكلات الحلوه الرمضانيه. هسه شلون العجينه صارت حلوه يعني لا ترزق لها وراها. اي راح نخلي شويه زيت الزيتون قلنا حتى تصير. شلون صارت عجينة؟ صارت حلوة العجينة بهالشكل. وهسه تكون العجينة عجنها عجنة حلوة حتى تطلع عندي بيتزا حلوة بهالشكل. بقى عندنا الباقي زيت الزيتون اللي ذكرناه.
راح نخليه قينا نعجن. ابو امين من كربلاء، صباح الخير ابو امين. ابو اموني، الو، ابو امير، الو الو، صباح الخير. صباح الخير حبيبي، شلون كبة البرغة تقلع؟ شلون تصير تقلع؟ هي هي نفسها، نفس اللي مقاديرها طلعت على الشاشة راح تسويها انت، بس راح تقليها. راح بالله والديك طيب المقادير، رحمة على والديك. صار ممكن المقادير استاذ سيدنا حبيبي مشكور. ايه الطاطلي، شلون المقادير الطاطلي شيف عباس؟ الطاطلي موجود، الطاطلي طاطلي حيكون عندك. صار صار حبيبي، رحم الله والديك. والديك عيوني، الله يخليك، الله يحفظك. عيننا شوية على البيتزا الثانية هسه. تكون العجينة صارت بهالشكل، يعني لا تلزق لا هاي، شو عجينة حلوة هي هسه، جهزت بهالشكل صارت شلون حلوة، يعني اقدر اتحكم فيها. بعد وراها تتخمر تختمر، راح تنفش، راح تكون سلسة عندي هالشكل هذا. احنا خلصنا من الكاسة، راح نجيب نجيناها شوية ندقها بهالشكل عشان نقها. صارت، واحنا قال عجينة الداطلي، راح تكون عجينة الداطلي شلون هاي ابو امير كان، تكون عجينة الداطلي يكون عندك نص كلاس زيت، طحين يكون عندك طحين كوب ونص، مي كوب ونص، راح تخليهن بالمي فورن، الطحين والزيت ونص قلاص حليب. راح تجي اول ما يفور تطفين ملعقتين شكر، وتضيف الطحين شويه شويه على ما تصير عندك عجينه بالجذر هك هالشي. بس تطفي النار اول ما يفور وتذب الطحين تدريجيا على ما تصير عندك عجينه بهالشكل هذا. هسه كملت عندنا هاي العجينه بهالشكل. ام علي من نواصل، صباح الخير ام علاوي. صباح النور، شلونك؟ شلون شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يحفظك. هاي الصلصه مالت البيتزا، عيني الصلصه، يعني ما يحتاج كروكوس وبصل؟ ما يحتاج. ما يحتاج، ما انا قلت حسب الرغبه، فانت اذا تحبين تضيفين ناعم ماكو مشكله، يكون عندك صلصه. هسه انا عندي ما يحتاج. هسه تشوفين هاي شلون خلصت عندي الصلصه، جهزت تكون طعمها فتشي. اي ما يحتاج، يعني بالفرن احطها الكروفس والبصل؟ لا 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 ما يحتاج، ما يحتاج. انت هاي الكروفس والبصل ضيفيها للحشوه، ضيفيها للحشوه، تكون عندك لحم مفروم تقدر تضيفي له البصل والكروفس شو تحبين. يعني ما يتخلى فوق الصلصه جبن؟ تخلي الجبن؟ لا انا احب عجينه البيتزا تكون بدون اي، يعني اكون بالخضار مثلا، اقدر اضيف بس خضار فوق الصلصه بالعجينه، يعني فوق الصلصه اضيف بس جبن اقدر. من فانا من ابدا اسوي صلصه، اسوي بيتزا، اخلي بس، شكرا لك اتصالك، اخلي بس العجينه فوقها صلصه بالفرن مده 6 دقائق، ارجع اطلعها حتى تستوي من فوقها، واخلي جبن فوقها، ورا ما اخلي جبن فوقها ارجعها بالفرن، تكون عندي بس العجينه. هسه الصلصه عندي حاليا جهزت، هسه احنا قلنا جهزنا العجينه، نجي هنا شويه نفر البيتزا مالتنا حتى نحصل على بيتزا حلوه. هسه ورا ما هاي خليناها ارتاحت العجينه مثل ما هاي، حتى احب اشوف المشاهد العجينه تكون بهالشكل هذا، قلنا حتى احب اذكر المشاهد شوف شلون عجينه حلوه صارت، يعني ما تلزق
عجين ريحتها يعني الفتشي ريحتها الشكر والفانيلا والخمره والهاي راح اخليها اخليها انا ما احب شيء ما اريدها تلزق هنا او هي ما راح تلزق لان بيها زيت الزيتون اضيف شويه طحين اضيف فوقها شويه طحين واجي اغطيها بهالشكل خليها مكان دافي حتى تختمر حسبت 35 دقيقه او 30 دقيقه كل ما تبقى هي العجينه ترتاح تطلع عجينه تطلع بيتزا تخبل فيها اجي هنا انا ورا ما تختمر اشلع من الشنقه حصير عدي بهالشكل هذا شلون على شكل نفاخه اي شلون عجينه مرتاحه يعني سلسه حلوه سيد تاكلها شلون هسه اكيد تشكر من قاعد اخذوها هسه راح نجي هنا نجي هنا للعجينه هالشكل هذا راح نفتحها بالطحين والما عنده شيبك يقدر يفتحها بيده خلود صباح الخير خلود خلود من بغداد الو 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 عيون شلون ايش اخبارك الحمد لله شلونك الله يحفظك الله يحفظك ممكن شلونك عيوني؟ والله زين الحمد لله. الله يخليك. واليوم رجعت. هلا بيك. الحمد لله على السلامة. هلا 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 شيخ صباح. اليوم مسوي شيء؟ مسوي شيء ياكل؟ لا لا بعدنا نسويه. يلا هلا هلا. الله يخليك، الله يحفظك عيوني. يسلم عليك عيوني. عيوني، شكرا لك، شكرا لك على اتصالك عيوني. هسه عندنا العجينة. عندنا هنا فتحنا شنقة العجين ورا ما ارتاحت قلنا 30 دقيقة أو 35 دقيقة تكون عندي بهالشكل هذا. شو راح ندمر طحينة كذا راح ندمر طحين. هسه تكون بهالشكل. اليوم إي اليوم إي اليوم سبحت اليوم بالطحين أني. شو أسوي لكم؟ تدللون علي. هسه عندي هنا جهزت نجي هنا للقالب القالب حيكون عندي انا لابله شويه زبد مزبده هسه يكون عندي خليتها دبيت شويه زبد طرف القالب يعني مسحته بمسحه ما عندي زبد اقدر بزيت عادي ماكو مشكله مريم من بغداد صباح الخير مريومة الو صباح الخير الو شلون ايش اخبارك؟ اقدر احكي ويا الشيف حقه؟ شيف؟ الو اي شيف؟ اي ويا الشيف حقه ما اقدر احكي؟ ويا الشيف خلدون انا شيف عباس وياك ماكو فرق ان شاء الله شيف عباس وياك ان شاء الله ماكو فرق طوريني هلا بيك شلون ايش اخبارك؟ أنا شكرا لك واتصالك ان شاء الله تابعين زين وراح تعرفين شيف منو ان شاء الله ماكو فرق نجي هنا للعجينه فرشناها بهالشكل هذا تشوف البيتزا مالتنا نجي هنا شو نسوي هسه نجي للصلصه الصلصه ورا ما تبرد ورا ما تبرد تبرد الصلصة نخليها مكان شوية بارد حتى ما نقدر راح نخليها احنا هسه هي حارة راح نخليها فوق العجينة لأن راح تصير تعجن من جوا يكون حار لأن ننتظرها لازم تبرد حتى شنو نقدر نستعملها فعدي أنا يعني الصلصة قلنا محضر الصلصة أنا يعني يكون عدي بهالشكل هذا الصلصة يكون عدي درنا الصلصة بهالشكل هذا والصلصة بالمناسبة أقدر أحافظ عليها يعني أخذ منها الأريدة وأضمها كل ما أريد أستخدم أطلع منها شوية شوية من الثلاجة حتى أقدر أجمدها ماكو مشكلة نجي هنا للصلصة بهالشكل عفوا هسه
صلصة فشي، ومجرد يعني أنا أقدر أسويها حارة أو باردة، أتحكم بالحرارة، إذا أحبها حارة أزيد الشطة أو أزيد أخلي الفلفل أسود، ما أكو مشكلة بالطبخ. الشكل خلينا الصلصة هسه. أم ضيف من بغداد، صباح الخير أم ضيوفي. صباح الخير. ألوات شلونك شو أخبارك؟ الله يحفظك. اريد اسالك على مود الكليتشه. الكليتشه والله كل ما اسويها تطلع يا سداك اليوم قلت خف الزبده. ايه خليت و... ايه نفس الشيء بعد تطلع عندي يابسه، شلون اريد لين تطلع عندك يابسه؟ ايه الله يخليك. ايه والله وعاد سيدك طبعا عندي زي مقدم. ويدك عيني ويدك الله يحفظك. الكليتش راح تساعدك بالجو، احنا قلنا الدهن تستخدمين الدهن الجامد او تستخدمين الزبد. شكرا لك عيني ولاتصالك. اي وحتعجنيها بالحليب، وقلنا احنا نقول ما نذب الزبد ويا الطحين راح نبحثها هيك بهالشكل هذا على ما تصير شكلها شكل البسكويت المطحون عينا. وراح نبدي نعجن فيها، نذب لها شويه حليب وشويه يكون اذا زيت مي دافي، اي يكون مي دافي شويه اذا تقدرين ويمك ويا الحليب، وتضيفين شويه شويه على ما تعجنيها تصير عجنه. ابقى عجني بيها بس كون يعني تلبسين جفوف حتى ما تصير لونها يصير لونها غامض غير ابيض، لان هو عجينه مو مجرد الايد هي وسخه او لا، بس هي كل ما تنعجن يكون ويا الايد حتى يكون شكلها اسمر يكون. والهيل شويه قللي من الهيل حتى ما يكون لونها اسمر. شكرا. هسه ورا ما خلينا الصلصة عندي هنا اللحم المتبل، ضفنا اللحم المتبل، لحم مثروم يكون حامسة حلوة ويا شوية من ما يسوي حشو مال كبه ممكن. يكون اي والله راح يموت الرجال بالمطبخ. هسه خلنا شوية لحم. يا ريتكو. ضفنا الجبن. جبن وبروش راح يكون هو جبن مال بيتزا. حيكون اضيف جبن عرب، ممكن تاكلها بسرعه بساعتها ما تبقى عندك، اي لان هي بس عندك هي بس، حيكون طعمه مو طعم ويا العجينه مال البيتزا ويا الصلصه ما يشتغل. جبن العرب لازم هو حار ينكل. هسه ضفنا جبن حسب الرغبه، الجبن اللي انا احبه ايش قد يكون. هسه ضفنا الطماطه، يكون عندي فلفل ضفنا الفلفل شكرا. شكرا شكرا. هسه خلينا الجبن، يكون الجبن موجود اكيد اكيد. هسه صارت عندي بهالشكل هذا،
وحسب اللي خليها اقدر اخلي الفطر اخلي اليوم انا ما جايب زيتون صراحه ما جايب زيتون ما راح اخلي الزيتون لان ما احب الزيتون فممكن ممكن تخلي فوقها الفطور الزيتون واحنا قلنا اقدر اسويها بس بالخضار والجبن من غير ما اخلي اللحم المتبل راح اخلي ويا الصلصه اخلي اللحم الخضار تكون عندي الفطور وحتى الذرة الحبوب ممكن اخلي وياها بصل يكون بصل جوليان يكون رفيع يعني تقطيع ماله بهالشكل هذا بس يكون ناعم اقدر اخليه ويا الخضار واخلي الجبن فوقها يكون عندي بالخضار اذا ما احب اللحم وما احب الدجاج او ممكن 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 اجيب الكسور ممكن اجيب الشاورما من برا اشتريها اول قص دجاج او قص لحم مال 3 لفات او 4 لفات اقدر اجيبهن واخليها واسوي بيها واقدر بصدر الدجاج اقطعه بهالشكل شلون الخضار واسوي له تتبيله حلوه واخليه يبرد واجي اخليه بالعجينه واشتغله نجي هنا نخليها نضيفها بالفرن هالشكل والمقادير راح تكون على الشاشه قلنا المقادير كانت على الشاشه ضفناها وراح نجي هنا يكون عجينه البيتزا يكون البيتزا عندي جاهزه راح نجي نشيل هاي الغراض مالتنا خليها على صفحه الشكل نجي هنا للبيتزا نجي هنا اشوفها من جوا ولا اروع من جوا يكون بهالشكل هذا نجي هنا شويه ازينها زيت الزيتون اضيف عليها شويه حتى قد ما تبقى عندي ما راح يبس الجبن بيها وجدت سجاوي اهلا هاي شنو صارت استوت هاي طبعا جاهزه اللي احنا اول وحده خليناها اي هاي خليناها هاي شنو خليت هذا خليت زيت الزيتون فوقها اي حتى ما تيبس عدش قد ما تبقى عدي معروضه ايش قد ما تبقى عدي انتظرها على ما تبرد ما راح يبس عد الجبن راح يكون عدي حتى يظل الجبن طري اي يبقى طري ويبقى شكلها حلو يعني ايش كنا نقول مشهي الشكل هسه واذا احب اخلي شطه فوقها واكل ماكو مشكله أي. اكيد موجود راح نجي هنا نقص الشكل احنا قلنا خلينا نشوف من جوا اي شلون من جوا تستوى مالتها يكون هالشكل هذا هالشكل هذا اكيد البيتزا هسه قصيناها هاي هسه احنا قصصناها كلها هالشكل عجينة البيتزا اكيد يعني بيتزا يكون عندي بهالشكل هذا يكون عندي جاهزة اي هاي هيك صارت جاهزة اي اكيد هذا اكيد احنا قلنا اللي يريد شاورما يقدر يجيب اقدر مثلا انا اجيب من برا شاورما واقدر خليني اخليه هنا اكيد هذا شيل لك هاي هاي صارت عاشت ايدك عباس عيني ويدك هاي البيتزا صارت جاهزة طبعا عاشت ايدك عباس شكرا لك اذا مشاهدينا مثل ما عودناكم دائما نحب نختم مع الشيف عباس واليوم كانت طبختنا اللي هي البيتزا انتظرونا باكر بنفس الموعد في امان الله باي باي شكرا لكم.